ما غير ذلك. لا علاقة للمجاز فيما قالته إيزابيل كارلسن مديرة منظمة العمل ضد الجوع من أن أطفال اليمن أصبحوا أكبر من أعمارهم الحقيقية بكثير، لكن المرأة التي لم يعرف ما إذا كانت قد زارت اليمن مؤخراً وجست نبضات قلوب أطفال تتعرض أجسادهم الصغيرة لما يجعلها تبدو أكبر مما هي عليه قد اقتربت كثيراً من الواقع الجديد للطفولة. جميع العاملين الدوليين الذين قل عددهم واختفت عدتهم بفعل الحرب ينقلون صوراً مأساوية ويحاولون التعبير عما يعانيه صغار، يكون البكاء أفضل طرائقهم للتعبير وأقرب طرقهم للإفصاح عما يؤلمهم. تتعدد آلام الأطفال ولا يجدون الأماكن التي من شأنها التخفيف عنهم، فقد أضحت المشافي هدفاً للقصف وأغلقت أبواب 192 مركزاً علاجياً تابعاً لليونيسف في وجه الصغار، وأصبح مئات الآلاف منهم في انتظار وجبات طعام ليست مضمونة الوصول، وقد أصابهم سوء التغذية وانهالت عليهم الأمراض. من مارس الماضي تضاعفت الأرقام بالنسبة لسوء التغذية، فعلى سبيل المثال نتحدث عن أكثر من 1,300,000 طفل يعانون من سوء التغذية المتوسط، هناك ما يزيد عن 320,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم، وهو خطير جدا قد يؤدي إلى الوفاة أو يؤدي إلى التشوه في البناء الجسمي أو البناء الذهني للطفل. تنتشر معاناة الأطفال في مختلف المناطق ولا يرافق هذا الانتشار غير الصمت والقليل من الكلمات التي يدلي بها موظفو المنظمات الدولية الذين يحاولون جعلها أقرب إلى واقع يصعب على الأحاديث أن تعبر عنه جيداً.